باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 22، وده آخر إصحاح. شفنا أن أخاب بعد ما إيليا النبي وبخه بشدة وأعلن له نهايته وقال له أن الكلاب اللي لحست دم نابوت هتلحس دمك، وكان شديد معاه، أخاب خاف وقدم توبة مؤقتة، يعني ندم ولبس المسوح وصام، وربنا قدر هذه التوبة المؤقتة بالرغم أنها غير كاملة لأنه ما تغيرش. يا ريته كان اتغير، كانت التوبة دي يعني كملت وكان ممكن يبقى مصيره غير كده. ودي برضو تحذير لينا ان الواحد يخدع في بعض اللحظات الحلوة اللي في حياته الروحية. يعني ممكن يجي لك وقت تقدم توبة بدموع، دي حاجة كويسة قوي، بس يا ترى الموقف ده هيستمر ولا هتبقى مرة وخلاص؟ ومن هنا دايما نفتكر ان التوبة محتاجة تغذية طول العمر، عشان كده كنيستنا محصرانة دايما بفكر التوبة. الأسوان بتشجع التوبة، القداسات تشجع التوبة، أب الاعتراف يشجع التوبة، صلوات الأجبية تشجع التوبة، لأنه مش كفاية أنك تتوب مرة، لا، تتوب مرة وبعدين ترجع تاني يبقى ما عملتش حاجة، وده اللي حصل مع أخاب. لكن عشان ربنا يورينا أن كل مرة التوبة دي ليها وزنها عند ربنا بس ياريتها تكمل، قال لي إيليا شفت أخاب اتضع قدامي ازاي، انا مش هعمل الشر في ايامه، نخليه في ايام ابنه لان ابنه ما عندوش ريحة التوبة خالص. وده يؤكد انه لو كان اخاب استمر بالرغم من كل جرائمه، لو كان كمل بس في مشوار التوبة وعدل مساره وبعد عن ايزابل وابتدى يرجع تاني يتلمز على ايليا النبي، كان ممكن يبقى قديس وكانت تبقى حياته ونهايته مختلفة. برضو تلاحظوا انه التوبة عبر عنها الكتاب بكلمة اتضع، الاتضاع، لان التوبة والتواضع ما تعرفش تفصلهم عن بعض. اللي تائب عنده مشاعر تواضع، يعني الانسان لما يكون تائب مكسوف من نفسه، خجلان من اللي عمله، واقف قدام ربنا يعني عينه في الارض. فإذا الاتضاع يجي دايما بسبب التوبة، والتوبة الحقيقية لازم معها اتضاع. شوفوا صلاة العشار صلاة تائب كلها اتضاع، يقول بيقرع على صدره مش قادر يبص لفوق ويقول له ارحمني يا ربنا خاطئ. الفريسي مهما طول في الصلاة مفيش توبة ولا في اتضاع. عشان كده الإنسان ممكن يقيس توبته باتضاعه، يعني عاوز تعرف حرارة التوبة شوف درجة اتضاعك وانت بتصلي. هل انت شاعر بخجل؟ هل انت حاسس انك اجرمت في حق الله؟ هل حاسس انك اخر الكل؟ هل مكسوف من الوقفة قدام ربنا؟ هل بتطلب الغفران من كل قلبك؟ هل انت حاسس بالاحتياج الشديد للغفران؟ ما كل دي مشاعر توبة وهي بالتالي مشاعر اتضاع. والاتضاع يقولوا عنه الآباء له شكل خارجي وله عمق داخلي. الشكل الخارجي اللي ظهر في أخاب أنه لبس المسوح، قلع الزينة بتاعته كملك والافتخار القديم والبهرجة، وقال ده وقته، ده أنا طلعت محكوم عليه بالإعدام. فمجرد لبسه للمسوح ده لوحده علامة اتضاع خارجي على الأقل. وبعدين يقول كمان الكتاب اتجع بالمسوح، بقى نايم على الأرض، برضو دي علامة خارجية من علامات الاتضاع. ومشى بسكوت، بقى يمشي كده وهو ساكت مطقطق رأسه كده، كل دي علامات خارجية للاتضاع. لكن الآباء قالوا مش كفاية العلامات الخارجية، يعني الحاجات دي تساعد لما الواحد يبقى كده هادي في لبسه وهادي في كلامه وبيحسب الكلمة وفي مسحة من الحزن المقدس على وشه، الندم ده كويس، إنما لازم القلب يكون فيه اتضاع. يعني إيه؟ عنده شعور داخلي
بعدم الاستحقاق، عنده ندم حقيقي، عنده خجل بجد. المشاعر اللي جوه دي أهم من الشكل الخارجي، وإن كان الاتنين يمشوا مع بعض. عشان كده تلاحظوا في المزمور يقول إيه؟ القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. القلب أهم من الشكل، مش كفاية جسد. بتوع نينوى لما تابوا كان عندهم دودة، كان عندهم إحساس داخلي بأنهم أوحش ناس ويستحقوا العقاب. والإحساس الداخلي ده خرج في تعبيرات خارجية. الملك بقى قاعد على الأرض، كله صايم، كله لابس مسوح، كله بيصرخ من قلبه ارحمنا يا رب. إذن في جوه شعور داخلي بالاتضاع والانكسار والذل، وفي تعبيرات خارجية من الصوم ومن النسك ومن الصراخ في الصلاة. ده مع ده يقدم صورة متكاملة. وتاني نرجع نقول ايه؟ كل ده حلو بس يا ريته يدوم، لانه لو استمر يوم ولا اتنين ووقف على كده. يعني مثلا في ايام الصوم الكبير تلاقوا في عندنا جو توبة حلو، وجو اتضاع، في مطنيات، في قداسات طويلة، في حساب للنفس اكتر من العادي، في نوع من التذلل والاحساس بالرجوع لربنا. كويس. طب وبعد الصوم الكبير وفي أيام الخمسين وبقية أيام السنة؟ يبقى كأننا ما صمناش ولا كأننا ما تبناش؟ كمل كمل حتى لو من غير صوم، لكن يفضل القلب منكسر ومتواضع عشان يفضل طول العمر في طريق التوبة. يفضل عندك الإحساس الدائم أن الناس دي أحسن مننا، وأنه يسبقونا للسماء، وأن احنا ممكن نبقى منظر من بره لكن يعني من جوه ما نبقاش قد كده. فيبقى الواحد دايما بيراقب قلبه أكثر ما يراقب خارجه، لأن القلب هو المحك الأساسي. نشوف اللي فاضل من حياة أخاب. وأقاموا 3 سنين بدون حرب بين أرام وإسرائيل. يبقى كان في 3 سنين بعد الحادثة دي فرصة توبة لأخاب، يكمل توبته ويصلح طريقه، ما عملش كده. في السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل. وهنا فكرة سريعة عن يهوشافاط. يهوشافاط ملك يهوذا غير ملك إسرائيل، لأن احنا عندنا مملكتين، مملكة إسرائيل في الشمال 10 أسباط اللي فيها أخاب، ومملكة يهوذا الجنوبية دي اللي فيها يهوشافاط، دول سبطين يهوذا وبنيامين، ودول اللي عندهم الهيكل في الوقت ده، لأن الهيكل في الجنوب في أورشليم. يهوشافاط كان شخص تقي وعمل إنجازات روحية كويسة، شال كتير من عبادة الأوثان، رجع التعليم للهيكل، عمل نوع من الوعي الروحي في كل بلاد يهوذا، حط برنامج كده تعليمي وتثقيفي، يعني يا ريت بلادنا تمشي بنظام زي كده، بحيث كل الناس عرفت الشريعة، حق ربنا ايه، المفروض الصح ايه، كل حاجة مشت حلو. فيهوشافاط يذكر له أنه إنسان دونا عن أغلب ملوك إسرائيل، كان إنسان فاضل. إنما غلطته الكبيرة في حياته أنه صاهر أخاب، عيالهم اتجوزوا بعض، والغلطة دي كلفته كتير قوي. لأنه لما ناسب أخاب ابن ده خد بنت ده، مضطر يتعامل مع أخاب كتير. أخاب وثني، حياته كلها وثنية، ومرات أخاب إيزابل المسيطرة عليه، ودي يعني متزعمة لعبادة الأوثان. فهنا أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة للمسيح مع بليعال، للخبطة دي. فدي غلطة كبيرة أوي، وكان هيروح فيها يهوشافاط لولا رحمة ربنا يعني اللي أنقذته. فنزل يهوشافاط إلى ملك إسرائيل فزيارة يعني. فقال ملك إسرائيل لعبيده: أتعلمون أن راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن أخذها عن يد ملك أرام؟ راموت جلعاد دي منطقة أرام اللي هي ناحية سوريا، حطوا إيديهم عليها، كانت زمان تبع مملكة إسرائيل. فهو عاوز يخلق مشكلة أخاب عشان يحارب أرام، ومش هيعرف يحاربها لوحده. فاستغل فرصة زيارة يهوشافاط ملك يهوذا، قال نضم جيشه على جيشنا عشان ايه؟ نغلب في الحرب.
هو خبيث طبعا، ما هواش يعني صادق في مشاعره. وقال ليهوشافاط: أتذهب معي للحرب إلى راموت جلعاد؟ فقال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، خيلي كخيلك. طبعا ده كلام وحش خالص في حق يهوشافاط. أنت سألت ربنا؟ طب أنت راجل بتتقي الله تاخد قرار كبير زي كده من غير ما تسأل أبوك الروحي؟ هو متأخر هيرجع يقول لهم طب نسمع صوت ربنا. طب من الأول كنت تسأل تقول لما أشوف ربنا رأيه إيه؟ إنما أنت تاخد على الكلام وخلاص. لكن ساعات القعدات اللي يبقى فيها صداقات وحكاوي الواحد يضعف روحيا فما ينتبهش للحيلة اللي الشيطان داخل بيها، فيبقى القعدة حلوة والكلام جاي ببعضه. طب ما تيجي تحارب معايا؟ آه طبعا، ما احنا زي بعض وده عدو مشترك، ويتدب في الموضوع ويغرق. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. بعد ما قال له أنا معاك رجع قال له إيه؟ طب ما نشوف ربنا رأيه إيه. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو 400 راجل. ملك إسرائيل هو أخاب، فقال له نجيب أنبياء يقولوا لنا ربنا بيقول إيه. فهو أخاب له الأنبياء بتوعه اللي هم يعني إيه ذمتهم واسعة، وأنبياء كذبة كلهم يدعوا ان هم بتوع ربنا، انما كلهم زي ما اخاب يحب، يعني اللي هو عاوز نقول له ماشي، لان ما هماش صادقين، ما هو في فساد، فمع الفساد في معلمين كذبه وانبياء كذبه. وقال لهم: أذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع؟ يعني اخاب قاعد وجنبه يهوشافاط وجابوا 400 نبي يدعون انهم انبياء لله، وسالهم كده على يعني مسمع من الكل: نطلع نحارب راموت جلعاد ولا لا؟ فقالوا: اصعد فيدفعها السيد ليد الملك. يهوشافاط قلق، لان يهوشافاط حس ان الناس دي مش هم دول الانبياء اللي هو واخد عليهم، مش يعني سلوكهم ومش تعبيراتهم، ولا حتى راحوا يصلوا ويرجعوا بالرد واجمعهم بالطريقه دي زي اللي متفقين، مرتاحش، لأن برضه يهوشافاط يعرف ربنا كويس. فقال يهوشافاط: أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟ زي اللي عاوز يقول إيه، بصراحة ولا واحد من دول ينفع يكون نبي، ما ينفعوش، لأن دول بيوافقوك وخلاص. وهنا تيجي نقطة مهمة أوي: اللي يدور على صوت ربنا ما يدورش على الصوت اللي يريحه، ما يدورش على أب الاعتراف اللي يهاوده على رأيه. لا، في واحد مثلا يروح لأبونا يقول له إيه، أنا عاوز أرفع قضية على أخوي، وبعدين يقول لك لا، أبونا جديد هيقول لي لا طبعا، في أبونا فلان غالبا إيه طيب هنعرف ناخد منه الكلمة. هو ده كلام؟ يعني أنت رايح عاوز تاخد كلمة وخلاص على مزاجك؟ صوت ربنا إيه بقى؟ ما ينفعش الكلام ده، أنت لازم تكون ضميرك صالح اللي يتقال لك تسمعه وصادق، وتختار الصوت اللي جاي من ربنا مش الصوت اللي على هواك. فهنا يهوشافاط ما ارتاحش للكلام، قال هو ما فيش نبي لربنا نسأل منه. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكني أبغضه. ما هو طبعا عشان بيقول الحق، لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا. وده حتى ما يقصدش إلي على فكرة، إلي كان بيروح الجبال صعب استدعائه، ما عرفوش يجيبوه في أي وقت، إنما في من تلاميذ إلي كتير. ففي المنطقة دي كان في واحد اسمه ميخا ابن يملة، وميخا ده كان مشهور إنه هو رجل مستقيم جدا وإيه رجل الله بالحقيقة، معروف عند كل الناس إنه بتاع ربنا إن كلمته مظبوطة، لكن هو مش عاوز يجيبه لأنه مش هيريحه. فقال يهوشافاط: لا يقل الملك هكذا. يهوشافاط برضو غلبان مش واخد باله أن أخاب كله شر، فبيقول له: لا ما تقولش كده يا راجل، يعني احنا عاوزين نعرف ربنا هيقول إيه، لا نجيبه برضو. وأصر يهوشافاط أنه يسمع صوت ربنا على فم النبي اللي اسمه ميخا، ده غير ميخا النبي اللي كتب، لأن ميخا النبي بعدها ب 300 سنة مثلا، فلسه شوية عليه.
فدعا ملك إسرائيل خصيا وقال أسرع إلي بميخا بن يمل. وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسي، لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامر، وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهم. يعني قاعدين الملكين أخاب ويهوشافاط قدامهم 400 نبي ما مشيوش، وقاعدين على باب السامرة. السامرة عاصمة إسرائيل. فطبعا لأن عبال ما يروح الولد يجيب النبي ميخا ده، الأنبياء متغاظين طبعا، لأنه كأن كلامهم ما عجبش. فطلع واحد منهم عمل صدقية ابن كنعانة. صدقية ده واحد من الأنبياء الكذب. عمل لنفسه قرني حديد، كانوا ساعات يلبسوا الملوك طاسة كده ولا خوذة كده وفيها قرنين حديد، إشارة إلى أنه إيه هينطح يعني أعداؤه، أو أنه هيغلب أعداؤه. فقام إيه عمل لنفسه المنظر ده، قرني حديد، وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. طبعا كل ده تأليف، ربنا ما قالش الكلام ده، إنما هو عشان يقنع يعني الملكين قال له ده ربنا حتى ادانا أمارة وعمل الخوذة دي عشان يقول دي اللي بيها تنطحوا الأراميين. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين اصعد إلى راموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. الحاح، لكن كل ده من صوت الشيطان، لأن الشيطان هو اللي يشاور بالغلط وهو اللي يزق في حاجة غلط. والواحد لما يكون بعيد عن ربنا يلتبس عليه الأمر، ممكن يتهيأ له الصوت بتاع الشيطان هو صوت ربنا. لكن مين اللي يميز؟ رجل الله. مين اللي يميز؟ التائب النقي اللي عاوز يرضي ربنا من قلبه. عشان كده يهوشافاط أقرب إلى تمييز صوت ربنا. مش بنقول أحسن حاجة لأنه برضو إيه القعدة دي مش كويس، لكن يهوشافاط بحكم تدينه وإصراره أنه يسمع صوت ربنا أقرب، بدليل أنه ما خدش على الكلام على طول. لكن أخاب رجل أعمى لأنه ماشي وراء مزاجه وأهواءه والشياطين بيحركوه، وما سهل أن يضحك عليه. وأما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا، الخصي ده اللي راح ينادي ميخا هو عارف كويس هما متفقين على ايه، فراح يقول للنبي ميخا يقول له بص كلهم هناك اتفقوا ان ربنا بيقول تدخلوا الحرب، فما تقلب لناش القعدة بقى، يعني ايه متفقين خلاص، فلما تيجي خليك بقى مع الطيار يعني. فكلمه قائلا هو ذا كلام جميع الانبياء بفم واحد خير للملك، يعني للملك عاوزه كلهم بيقولوا ربنا مباركه، فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم وتكلم بخير. قال يعني سموا رأي الملك خير وعكس رأي الملك شر، مين قال كده؟ إنما الناس بتقلب الموازين على هواها، فاعتبروا أنه خير هو الرأي بتاع الحرب، طب الحرب تيجي على دماغه. فقال ميخا حي هو الرب، إنما يقول لي الرب به أتكلم. ميخا ظهر زعق في الولد، قال انت بتقول ايه؟ هو انا هقول من مزاجي؟ اللي ربنا هيقوله انا هقوله، لا خير ولا شر، لا يفرق معايا اخاب ولا يهوشافاط، انا هقول اللي ربنا هيقوله. وده يورينا بقى صدق الانسان الروحاني اللي ما يفرقش معاه رضا الملوك ولا رضا الناس، هو بيتكلم بضمير صالح، وبين ناس تانية مرتزقة يهمها المكسب والرأي العام. ما يقول لي الرب به أتكلم. ولما أتى إلى الملك قال له الملك يا ميخا أنصعد إلى راموت جلعاد للقتال أم نمتنع؟ وميخا لقى 400 واحد قاعدين بصين له كده، يعني زي الإيه حسك عينك تقول حاجة غير اصعد. فهو خدها كده بضحك في الأول وقال بالضبط زي ما بيقولوا، فقال إيه، فقال له اصعد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. طبعا هو حس على طول بنغمة سخرية، انه بيقول يعني بيقلدهم، يعني هو ميخا هنا عاوز يقول له ايه، ما انت سألتهم كلهم مش قالوا لك اطلع وافلح، يبقى ربنا هيديها لك.
فاتغاظ الملك أخاب، حس إن هو بيسخر منه، فقال له الملك: كم مرة استحلفتك ألا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ قال له: لا، أنا عاوز الحق بجد، أنت يعني ما تضحكش عليا. قال: يعني كل مرة بيستحلفه يقول له الحق. المهم أنه ميخا في الأول حب يقول له: عاوزني عمل زيهم يعني وأقول اللي بيقولوه؟ طب اصعد وافلح. قال له: لا، أنا عاوز الحق بجد. فقال، ده بقى كلام الحقاني، بقى كلام الحقاني اللي ميخا شافه، لأن ميخا رجل الله. رجل الله كان يسموه الرائي، الرائي من زمن صمويل النبي، كان يلقب النبي بالرائي. الرائي يعني إيه؟ يعني اللي شايف، اللي شايف رأي ربنا، واللي شايف اللي هيحصل، ودي حاجة مش قليلة، دي نعمة خاصة. فقال: رأيت كل إسرائيل مشتتين. قال له: أنا شايف نتيجة الحرب، نتيجة الحرب كل الشعب ده هيتشتت، معناها هزيمة طبعا. مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. تفكركم لما ربنا يسوع له المجد كان مرة طلع كده على الجبل، فلقى ناس كتيرة قوي مستنياه وبصلهم كده كخراف بلا راعي، يعني حس قد كده الناس دي تعبانة وهو الراعي الحقيقي ليها. فقال الرب، ده كل ده في الرؤية، يعني ميخا شاف رؤية ربنا كشف له نهاية الحرب، فلقى كل الإسرائيليين دول مشتتين ملهمش كبير، يعني الملك مات. وبعدين ربنا قال في الرؤية: ليس لهؤلاء صاحب، فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام. ملهمش صاحب، خلاص يروحوا كل واحد بيته. طبعا بقى مين اللي اتغاظ واتنرفز واتعفرت؟ أخاب، لأن ده معناه بيدعي عليه إنه هيموت وإنه هيتهزم وإن الشعب كله هيشتت. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: أما قلت لك أنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ مش أنا بقول لك الراجل ده بيكرهني وكل مرة لازم يدعي علي؟ طبعا هو مش بيكره، هو بيكره الشر اللي بيعمله. وهنا رسالة مهمة: مش كل من يعاتبك يبقى بيكرهك، مش كل اللي يواجهك بغلطك يبقى بيكرهك، لا، ده ممكن اللي يشاور لك على الغلط أو يحذرك من غلط يكون بيحبك أكتر من أي حد، لكن اللي حواليه دول هم اللي بيكرهوه، لأن قالوا له اصعد وافلح. افلح ده إيه؟ ده هيموت في الحرب. دول اللي كملوا عليه. أحيانا نخدع في كلام معسول للناس ونفتكر إن اللي يوافقنا على رأينا هو اللي بيحبنا، اللي يهودنا. طب وإذا كان غرضك غلط، وإذا كان سكتك غلط نهودك؟ لا، ازعل وخلاص، احنا نقول الحق حتى لو زعلت، بكرة تعرف إن اللي بيقولك الحق مش بيكرهك، بيكره الشر اللي في حياتك. وهنا بقى يعني قوة الحق، الشخص الحقاني اللي يحب ربنا ما يهتمش قوي قد ايه الناس تبادله الحب وترضى عليه، يهمه في الآخر خلاص الناس. يوحنا المعمدان الناس كلها حبته، لكن كل رجال الهيكل والفريسيين والكتبة وآخرهم هيرودس كرهوه. ليه؟ عشان بيقول الحق، عشان بيقول الحق، والحق بيزعل، يزعل يزعل، هنعمل ايه؟ ربنا يسوع له المجد شهد للحق، صلبوه، الحق بيزعق، لكن معلش لازم يتقال الحق. فهنا قال: فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: أما قلت لك لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال: فاسمع إذا كلام الرب. ده ميخا بقى مسكتش، قال له: لا، استنى هقول لك بقية الحكاية كمان. ده مش بس أنت هتموت والشعب هيتفرق وربنا بس هيصعب عليه الناس فيجمعهم تاني، هقول لك أنا شفت إيه تاني. ده ميخا بيحكي اللي شاف: قد رأيت الرب جالسا على كرسي. دي رؤية شافها ميخا النبي، شافه قاعد على كرسي المسيح له المجد على العرش، وكل جند السماء وقوف لديه. جند السماء اللي هم الملائكة، عن يمينه وعن يساره. يبقى في ملائكة حواليه، زي المنظر اللي شافه يوحنا الرائي وحزقيال النبي وأشعيا النبي، منظر المسيح في مجده على كرسي المجد وحواليه ملائكة. والملائكة طبعا ممكن يدخل كمان شياطين في محضر الله عشان ياخدوا إذن يعملوا حاجة، زي ما حصل في حكاية أيوب.
فقال الرب: من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ ما هو جت معاد، جه معاد أخاب، فربنا بيقول مين بقى اللي هي دلوقتي الدور عليه يضحك على أخاب عشان يغويه فيطلع يحارب ويخلص بقى ويموت؟ جه معاده. ده كل ده ميخا شافه. شوف التحذير قد ايه واضح. فقال: هذا هكذا وقال ذاك هكذا. طبعا الشياطين ما يصدقوا ياخدوا اذن بحاجه زي كده، فيقولوا ايه، طب انا اروح اضحك عليه. ثم خرج الروح ووقف امام الرب وقال: انا اغويه، روح شر. فقال له الرب: بماذا؟ ده يورينا ان ما فيش شيطان يقدر يعمل حاجه غير لما ياخد اذن، بس هياخد اذن بحاجه، ما هو خاب السبب فيه. فقال له الرب: بماذا؟ قال له: هتضحك عليه ازاي؟ فقال: اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبيائه. فهمتوا الحكايه ماشيه ازاي؟ اتاري 400 نبي جواهم روح كذب، عشان كده اسمهم انبياء كذبه، روح شر، شيطان بيخليهم يالف، يخليهم يخدعوا الناس، يضللوا الناس، ولازم ياخدوا اذن من ربنا بكده، لانهم كل حاجه في ايد ربنا في الاول والاخر. اكون روح كذب في افواه جميع انبيائي. ليه؟ لانه ممكن لو صوت واحد غير بقى صوت انبياء كتير قوي بيتنبأوا بالكذب. فقال: انك تغويه وتقدر. قال له: هي هتمشي كده. يبقى الموقف اللي هم فيه، اتاري في موقف ورا منه محدش شايفه غير الرائي، ان في رؤيه في السماء، وان الانبياء الكذابين دول بيحركهم روح شرير، وربنا عارف بكده ومدبر كده او ساكت على كده، لان اخاب دي نهايته. فاخرج وافعل هكذا. والان هو ده، قد جعل الرب روح كذب في افواه جميع انبيائك. شوفوا بقى الكلام الصريح قدام كل الانبياء، قال له كل دول يحركهم روح كذب عشان يضللوك وتدخل الحرب وتموت فيها. في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. يعني ربنا نوي لك على النية بقى اللي كان قالها لك إلي من 3 سنين، إنه جه معادك خلاص لأنك ما تبتش. فتقدم صدقية. صدقية ده بقى الجدع بتاع القرنين اللي قال له أنت هتدخل الحرب وتغلب وتنطح وبتاع، فطبعا طلع كذاب في القعدة دي، فمش مستحمل. فتقدم صدقية ابن كنعانة وضرب ميخا على الفك قدام كل الناس. ده ميخا، ده الرجل القديس الحقيقي، انما صدقية رزعه كده على فكه وقال: من اين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ يعني بيسخر منه، بيقول له وروح ربنا قال لي اعمل كده امتى بقى؟ طبعا ده روح الشر اللي جواه هو اللي خلاه يعمل كده. لكن بتوع ربنا ما بيخافوش من الحاجات دي، حتى لو تألموا طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. ولو قريتوا بقية الأسفار هتلاقوا الحكاية دي اتكررت كتير. يعني أشعياء اضطهد، أرميا اتضرب كتير، حزقيال، كلهم تعرضوا لآلام كتيرة قوي، ومن ناس ادعوا النبوة زيهم، وكانت الناس بتحتار يا ترى الحق مع مين، لدرجة في الأنبياء يقولوا طب ما تشوفوا الأيام هي اللي هتفرز الحق مع مين، اللي الكلمة اللي تطلع تبقى تمشي صح، يبقى اللي قالها هو اللي كان مظبوط. ودايما في الآخر الحق يكسب، دايما، يمكن يتأخر شوية لكن لازم يكسب. ليس مكتوم إلا ويظهر، يعني الكذب لازم يكشف عنه، لازم. الكذب ملوش رجلين، يعني مهما جري هيتقفش، لازم يظهر قدام الناس. فقال ميخا، طبعا ميخا خد الألم الشديد ده، إنك سترى في ذلك اليوم، بيقول لصدقية اللي هو النبي الكذاب، سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبئ. قال له هتشوف اليوم ده قريب، لما بتبقى بتجري من الموت من مخدع إلى مخدع. فقال ملك إسرائيل، طبعا أخاب اتنرفز جدا، ليه؟ الحق مزعله، بيقول له هتموت وهتتغلب والشعب هيتفرق، وروح ربنا هو اللي قال كده، وروح الكذب هو اللي بيتكلم على فم أنبيائك الكذبة، وانت مخشوش ومضحوك عليك.
فقال ملك إسرائيل، طبعا لو كان تايب، لو عنده مشاعر توبة، كان خاف، يا ريته خاف زي المرة اللي فاتت، لكنه ما خافش. قسوة القلب بقى تنزع الخوف من القلب. يعني وقت ما إيليا كلمه من 3 سنين كان في بقايا خوف، لما قال له هيحصل لك اترعب وخاف وقدم توبة مؤقتة. إنما من كتر الشر القلب بيقسى، فما عادش بيفرق معاه، مع أنه هو اللي بعت يجيب ميخ، ويهوشافاط مرتاح لميخ وحاسس الصدق كله مع الرجل ده. إنما هنا أخاب خلاص زي المجنون، مش مستحمل الكلام. قال ملك إسرائيل، خذ ميخا ورده إلى أمون رئيس المدينة والي وإلى يؤاش بن الملك، وقل هكذا قال الملك، ضعوا هذا في السجن. يبقى سجنه على الكلمتين دول. واطعموه خبز الضيق، يعني السجن العنيف قوي، أكلوه مثلا نص رغيف في اليوم كله أو أقل. خبز الضيق يعني سجن من نوع خاص، يعني سجن انفرادي كده. وماء الضيق يعني مثلا نص كوباية في اليوم، ذل، حتى آتي بسلام، يعني مش سجن عادي كمان. فقال ميخا، إن رجعت بسلام لم يتكلم الرب بي. يعني قال له بيننا وبينك الأيام ماشي، مين قال إنك هترجع خالص؟ ما أنا بقول لك مش هترجع. شوفوا الثقة اللي بيتكلم، مش مثلا يغير كلامه، لا يغير كلامه، لا. قال له طب خلاص، ما أنت مش هترجع كده كده، ولو رجعت يبقى ربنا ما تكلمش على فمي. هنا النبي الحقيقي يعني مستعد للمواجهة، لأنه ما بيتكلمش من نفسه، فمتأكد أن اللي بيقوله ربنا هيحصل، مش مستني أن الكلام يحصل ولا ما يحصلش، خلاص هو معاه إعلان إلهي. وقال، اسمعوا أيها الشعب أجمعون، يعني ميخا شهد كل الناس، قال لهم هو هيحطني في السجن لغاية ما يرجع يشوف هيعمل معايا ايه، وانا بقول مش هيرجع من الحرب خالص. فصعد ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا الى رموت جلعاد. هنا بقى الواحد بيستغرب من موقف مين؟ يهوشافاط. طب انت يعني دخلت غلط في القعدة دي، نتيجة قعدة كده عزومة عملها لك اخاب، جاب رجلك في موضوع حرب، قلت طب نسمع صوت ربنا، جابوا لك انبياء، قلت لا مش مرتاح، جابوا ميخا، انت تمسكت انه يجي، ميخا قال لا الحرب خسرانه والملك هيموت، تدخل الحرب بعد كده؟ ازاي تعمل كده؟ الواحد يتعجب من موقف يهوشافاط. هنا يبان ان احيانا الطيبه تبقى بدون حكمه مؤذيه. يعني يهوشافاط شخص طيب، طيب بمعنى سهل التاثير عليه، لكن لا، ما ينفعش تبقى طيب تقوم تعمل حاجة غلط أو يأثروا عليك فتمشي في سكة غلط. كان لازم يا يهوشافاط تقوم من القعدة دي تقول له أنا مش هنزل الحرب دي، أنا ملياش دعوة، يزعل يزعل، إيه المشكلة؟ لكن تدخل في حرب أنت تأكدت من نهايتها وعرفت أن ربنا رفضها ورافض أخاب تماما، إزاي تحط إيدك في إيد الرجل ده؟ إزاي تعمل معاه حرب مشتركة؟ فهنا الواحد يعني استغرب من موقف يهوشافاط، بالرغم ان سيرته كويسة وعشان كده مش هيموت في الحرب دي، لو مات في الحرب دي كان هلك، لكن هيصاب فقط كتأديب من ربنا، لكنه لن يهلك. يهوشافاط هيرجع يتوب، انما اخاب هيهلك المرة دي. فصعد ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا. برضو الواحد يقول حاجة تاني، الالحاح احيانا يبقى له تأثير، الزن، احذروا من زن الناس. أفكركم مثلا دليلة لما قعدت تزن على شمشون، قررته وجابت سره وضيعته خالص، فضل يقاوح ويحاول يخبي سره ويدعي الدعاءات، وهي عمالة تقول له نفسي أعرف سر قوتك، أنت مش بتحبني، لو بتحبني تقول لي، وقعدت تسوق فيها لغاية مع الزن زهق، ومن الزهق كشف سره. حاسبه، لأن في ناس عندها إلحاح يخلي الشخص يزهق، يقول خلاص بقى، خلاص ازاي، ده عمرك، دي أبديتك. لا، زنوا على ربنا، زن على ربنا فضيلة في الصلاة، لكن زن الناس رذيلة. لما تلاقي واحد بيلح عليك زيادة، لا، حط له حدود، إلا لو بيلح عليك في التوبة، ده يبقى ثروة.
لو واحد بيزن عليك عشان تقرب من ربنا اعتبره هدية من ربنا، لكن أي إلحاح آخر احتفظ منه، لأنه ممكن يكون مضيعة لأبديتك. فغالبا أخاب ألح على يهوشافاط، ويهوشافاط شخص طيب، فقال خلاص نطلع وخلاص. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط، شوفوا الخبث، إني أتنكر وأدخل الحرب. مين اللي بيقول كده؟ أخاب بيقول أتنكر وأدخل الحرب. يبقى مين اللي هيبقى شكله الملك في الحرب؟ يهوشافاط. عشان لو عاوزين يموتوا الملك يموتوا يهوشافاط. ولهذه الدرجة من الخبث التاني موافق. طب ده كلام، يعني دي واضحة زي الشمس، هو هيتنكر شكله زي أي عسكري هيتوه في 100,000 اللي طالعين، لكن انت هتبقى زي ملك ومركبة ملوكية، كل الناس هتبقى عينها عليك وعاوزين يموتوك انت، يعني هو هيصدرك للموت عشان هو يهرب من الموت. لأن أخاب خاف، أخاب طبعا كش لما سمع كلام ميخ بيقول له هتموت مش هترجع، فهو برضه مش قادر ينكر انه مصدق، لانه عارف ان ميخا ده تلميذ ايليا ودول ما بيغلطوش. فقال طب ما بسيطه، انا هعمل فيها عسكري زي اي عسكري، ساعه اللزوم ههرب وخلاص. فتصور ان الحته دي تحميه وتخلي الانظار كلها على يهوشافاط، لو خسرناه يهوشافاط اللي يموت. شوفوا بقى الخبث والدهاء والمكر ومفيش محبه، والتاني مسلم له. أما أنت فالبس ثيابك، هو حريص أن يهوشافاط يلبس إيه؟ التوب الملوك. فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب، الثاني مهاوت. وأمر ملك أرام رؤساء المركبات التي له 32، وقال لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. أتاري بقى الأوردر الناحية الثانية، أهم واحد ملك إسرائيل تخلصوني منه، لأنه هو ده العدو اللدود، كان ملك أرام بيكرهه. قال لهم ما تضيعوش وقتكم في شوية عساكر عينيكم بتوع المركبات بالذات، لأن دول اللي هم أقوى فرسان ومعاهم سهام وبينشنوا كويس، فدول اللي عندهم الشغل الأكبر يعني. قال لهم تجيبوا لي تموتوا لي ملك إسرائيل. فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط قالوا إنه ملك إسرائيل، ما هم من بعيد شايفينه لابس زي الملوك ومركبة الملوك، يبقى ده ملك إسرائيل. رجع فمالوا عليه ليقاتلوه، ابتدوا يحصروه بقى ويقربوا منه عشان يموتوه وهو يهوشافاط. فصرخ يهوشافاط، ضاقت عليه خالص وابتدى يصرخ. فلما قربوا منه اكتشفوا انه قبل ما يموت على طول اكتشف انه ده مش أخاب. لما رأى رؤساء المركبات انه ليس ملك إسرائيل رجعوا عنه، لأن عندهم الأمر بقتل ملك إسرائيل. شوفوا بقى ترتيبات ربنا، هو كده أخاب متصور أنه زوغ، وتلاقيه عمال يتفرج وهم بيجروا ورا يهوشافاط، ويهوشافاط بيصرخ وهو بعيد قوي مستخبي ضمن مئات أو آلاف. فشوفوا بقى ترتيب ربنا، وإن رجلا نزع في قوسه غير متعمدا وضرب ملك إسرائيل بين أوصال الدرع. يعني إيه؟ الواحد عسكري ماسك القوس بتاعه ومش قاصد وطار منه السهم، وهو مش قاصد، قام السهم طار ودخل بين أوصال الدرع. يعني إيه؟ الدرع ده بيبقى متل، يبقى حديد أو نحاس، فبيحمي القلب والصدر، إنما في حتة زي العراوي كده في فواصل صغير، يعني ده عاوز واحد ينشن نشان صعب قوي، إنما ده غير متعمد خالص ولا في باله، أم السهم طار ودخل على قلب أخاب. فقال لمدير مركبته، ما أصل ربنا قال هيموت في الحرب يبقى لازم يموت، رد يدك واخرجني من الجيش لأني قد جرحت. لما السهم دخل فيه عرف أنه هيموت، قال له الحق خرجني من المعركة. واشتد القتال في ذلك اليوم، وأوقف الملك في مركبته مقابل أرام ومات عند المساء. قعد ينزف لغاية ما مات عند المساء. كان مروح ناحية يعني من الآرام مطرح المعركة ناحية السامرة، في المنطقة دي كانت قريبة قوي على يزرعيل، على الحتة بتاعت نابوت اليزرعيل، لأن ربنا حاسبها طبعا. أتاري في بركة مية جنب العزبة بتاعت يزرعيل نابوت اليزرعيل، فمات هناك. وجرى دم الجرح
إلى حضن المركبة. يعني الدم غرق المركبة طبعا، لأنه قاعد ينزف كم ساعة لغاية ما مات. وعبرت الرنة في الجند عند غروب الشمس قائلا: كل رجل إلى مدينته وكل رجل إلى أرضه. هم الظاهر مش لاقيين أخاب، توقعوا أنه مات وفي هزيمة نكراء لشعب إسرائيل، فابتدت كل الناس تقول كل واحد يروح بيته. بالضبط الرؤية اللي شافها ميخا، وقال أنا شايفهم كغنم بلا راعي، فربنا أمر وقال كل واحد يرجع بيته. فمات الملك وأدخل السامرة. الملك اللي هو أخاب مات، دخلوا السامرة فدفنوا الملك في السامرة. وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه. بركة السامرة دي نفس الكلام اللي كان تنبأ به إيليا، قال له الكلاب هتلحس دمك. طب ده ملك، كانت صعبة قوي ان يحصل كده مع ملك، لكن لان الدم مسك في المركبة والمركبة خدوها بقى يغسلوها في البركة، فبقى دم أخاب في بركة السامر. وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به. يعني الناس كلها كانت ممكن تستبعد قوي ويقولوا خيال إيليا واسع قوي، دم الملك هينزل بركة السامرة، دم الملك يلحسوه كلاب، ده لو فقير عادي يمكن ما يحصلش معاه كده، الملك هيحصل معاه كده ازاي؟ لكن لا، ربنا ترتيباته اعجب من ترتيبات البشر. بدل قال كلمة لازم، وعشان يبقى قصاص قدام كل التاريخ ان اللي بيحصل مع نابوت يحصل اكتر منه مع اخاب. نابوت مات مظلوم. هنا يبان الحق ان اخاب بعد ما افترى وعمل كل اللي هو عاوزه وربنا سكت عليه لعله يتوب، من ناحية نابوت وولاده دول في السماء متهنين، ما خسروش كتير، خسروا شوية أيام على الأرض ما تستاهلش. إنما من ناحية أخاب عوقب عقاب شديد على الأرض، وعقاب أبدي بهلاك أبدي على كل اللي عمله. يبقى أخاب في الجحيم يتمنى لو عاش يوم من أيام نابوت، ويتمنى لا يعيش مظلوم ما يعيش ظالم. غسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به. وبقية أمور أخاب وكل ما فعل وبيت العاج الذي بناه وكل المدن التي بناها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ بالمناسبة برضو عشان في ناس بتتشكك في تاريخ العهد القديم وبعض الناس بتعتبرها روايات، اللي يدرس علم الحفريات الأركيولوجي والحاجات دي، في حاجات كتيرة قوي، آلاف من الإثباتات أن وقائع الكتاب المقدس مشهود لها بالعلم، من ضمنها بيت العاج ده. اكتشفوا بعض العلماء من عدة سنين، اكتشفوا آثاره ومكتوب عليه كلمة أخاب، وفي المنطقة بتاعت السامرة، لأنه بيت من العاج دي حاجة أصلها إيه، نادرة مش حاجة عادية، وعرفوا يقدروا تاريخه بحوالي 900 سنة قبل الميلاد، اللي هو نفس زمن إيليا وزمن أخاب. دي واحدة بس من آلاف الإثباتات أن كل حوادث الكتاب تاريخيا مثبتة علميا، عشان ما يطلعش واحد يقول ما دي قصص وروايات وأساطير وحكاوي، لا ده تاريخ حقيقي. لكن احنا مش محتاجين للعلم يقول لنا، لأن الوحي الإلهي أقوى من أي علم. لكن بالنسبة للي بيتشككوا حتى العلم ممكن يرد عليهم. أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام، ده يؤكد أن سفر الملوك بيستشهد بسفر الأخبار، والأخبار بيرجع للملوك، إذا في سفرين بيناقشوا أو بيدرسوا وبيشرحوا المرحلة دي. فاتجع أخاب مع أبائه وملك أخازيا ابن عوضا عنه. أخازيا ده اللي ربنا قال إيه، مش هعمل الشر في زمن إليه، هعمله في زمن ابنه. هنشوف أن أخازيا أسوأ من أخاب كمان. وملك يهوشافاط ابن آسى على يهوذا. نرجع بقى نشوف يهوشافاط ده حكايته بسرعة كده باختصار. في السنة الرابعة لأخاب ملك إسرائيل، ما هو كانوا يقيسوا تاريخهم على بعض، يقولوا رابع سنة من ملك أخاب في إسرائيل ملك يهوشافاط على مملكة يهوذا. وكان يهوشافاط ابن 35 سنة حين ملك، وملك 25 سنة في أورشليم، واسم أمه عذوبة بنت شلحي، وصار في كل طريق آسى أبيه. آسى كان راجل كويس، لم يحد عنها إذ عمل المستقيم في عيني الرب. هنا برضو نقطة مهمة،
في واحد يقول ما الدنيا كلها ماشية غلط، ازاي الواحد يمشي صح في زمن ماشي كله غلط؟ لا، في كل جيل في ناس ماشية صح، عشان تبقى شاهد على الجيل. لو الواحد قال ما الدنيا كلها بتكذب، لا، في الجيل ده في ناس ما بتكذبش مهما حصل. لو الناس قالت كله بيسرق، في ناس ما بتسرقش مهما حصل. ليه؟ عشان في اليوم الأخير لو واحد ادعى انه الزمن بتاعه ما كانش ينفع فيه التقوى والاستقامة، ربنا يطلع له مئات من الأبرار من جيله يقولوا له لا كان ينفع. فإذا أخاب قال من اللي قبلي وحش واللي بعدي وحش والملوك كلها لازم سيرتها تبقى وحشة وحكم الملك علينا لازم يخلينا نعمل وما نعملش، يقول له طب ما هو يهوشافاط جارك بعديك بثلاث سنين في نفس زمنك كان راجل تقي، وآسى أبوه كان راجل كويس، ونزعوا المرتفعات والأوثان أنت نشرتها هم كانوا بينزعوها، فما تقولش ما كانش ينفع. عمل المستقيم في عيني الرب إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات. يعني إيه؟ هو شال لكن ما قدرش يشيل كل حاجة. يهوشافاط شال حاجات كتيرة لكن مش كل المرتفعات نزعت. يعني في ملوك أقوى من ملوك في التقوى في الاستقامة، هو قدر يعمل عملية تطهير بس مش كاملة، في حتة ما قدرش يشيلها. وصالح يهوشافاط ملك إسرائيل، ودي الغلطة الكبيرة اللي في حياته، يا ريته كان فضل بعيد عنه، لأن مصالحة الشر شر. مين قال لك تصالح الشر؟ ابعد عن الشر، في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. هتقول احنا مش بنعادي حد، مش بنعادي حد، لكننا لا نصادق الشر، ما بنعاشرش الشر، ما فيش شركة بيننا وبين الشر والأشرار، نحبهم من بعيد، ندعي لهم بالتوبة من بعيد، لكن نعاشرهم لا، تبقى قلة حكمة وقلة عقل. وبقية أمور يهوشافاط وجبروت الذي أظهر وكيف حارب، أما هي مكتوبة في سفر أخبار أيام الملوك يهوذا؟ وبقية المأبونين الذين بقوا في أيام آسى أبيه أبادهم من الأرض. المأبونين دول الجماعة اللي بيبقى عندهم شذوذ، ودول كانوا منتشرين في كل الأزمنة. في ناس بتعتقد أن ظاهرة الشذوذ دي حاجة بتاعت الأيام دي، لا، ده في كل جيل في الشر. الشر موجود في كل جيل، من سدوم وعمورة كان فيه، وأيام القضاء كان فيه، ودي في أيام الملوك كان فيه. وكانت وصية الشريعة والتوراة إبادة مثل هؤلاء، إبادتهم تماما، ده حكم شريعة موسى كده. الشريعة بتقول كده، النهاردة يقول لك ده حق طبيعي، هم يقولوا اللي يقولوه، بس احنا عندنا حق ربنا، فاحنا ربنا ضد الخطية دي بشدة. آسى كان واحد من اللي تزعموا إبادة المأبونين، جه يهوشافاط ابنه كمل السكة دي، ودي من الحاجات اللي تذكر له، انه بالرغم ان هو طيب بطبعه انما كان في الحتة دي شديد وحاسم. ولم يكن في أدوم ملك ملك وكيل، وعمل يهوشافاط سفن ترشيش لكي تذهب إلى أوفير لأجل الذهب، فلم تذهب لأن السفن تكسرت في عصيون جابر. يعني يبدو أن كان ربنا بيأدبه في بعض الأمور، فكان عنده كده رغبة يجيب ذهب من بلاد الذهب ويختني، لكن ما مشيتش الحكاية، غير أيام سليمان وأيام داود كان فيها بركة، لكن هو كان بيأدبه لأن الصلح مع أخاب ما كانش فيه بركة. وجود ناس أشرار في حياتك يخلع البركة من حياتك، تلاقي الدنيا مش ماشي، لأن الناس دول ما ينفعش ربنا يبارك لك وانت عايشين معاك. حينئذ قال أخزي ابن أخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن، فلم يشاء يهوشافاط. إيه الموقف ده؟ أخاب مات، ويهوشافاط كان مدبر رحلة بحرية يجيب بها ذهب، وبعدين ما نجحتش. أخزي ابن أخاب قال له خلاص نبعت مراكبنا مع مراكبكم، قال له لا متشكرين خالص. ليه بقى؟ ما هو تعقد من أبوه وتعقد من عشرتهم، وعرف بقى أن الناس دول لا مش عاوزين لا ذهب ولا غيره، لكن مش هنشارككوا تاني. فالمرة دي طلع مع حق، لم يشأ يهوشافاط ليه؟ خاف، قال أنا كنت هموت المرة اللي فاتت بسبب أن أنا شاركت أبوه الحرب، دلوقتي هشاركوا التجارة، وربنا واضح موقفه من العيلة دي، لا أنا مدخلش معاه. فهنا يهوشافاط اتعلم من غلطته،
بالرغم انه هو بسيط وطيب، لكن اتعلم الدرس، لا مش هقرب تاني لا من اخاب ولا من اخزي ابنه. واضطجع يهوشافاط مع ابائه ودفن مع ابائه في مدينه داود ابيه، فملك يهورام ابنه عوضا عنه. اخزي ابن اخاب ملك على اسرائيل في السامره في السنه 17 ليهوشافاط. تلاحظوا بنوزن كل واحد على عمر الثاني. يهوشافاط كان بقاله 17 سنه ملك، اخاب مات وجاء اخزي مطرح. ملك اخزي على اسرائيل سنتين، هو عمره كله سنتين في الملك، وعمل الشر في عيني الرب وصار في طريق ابيه وطريق امه، لان هنا امه لها قيمه كبيره، هي اس المشاكل ايزابيل. وطريق يربعام ابن نباط، ده يربعام ده فات عليه كتير، ده يربعام ده من ايام موسى النبي من زمان. انما المشوره الرديه بتاعت يربعام يفتح الباب للشر وللاباحيه ولعباده الاوثان، هي السكه دي كلها وحشه. الذي جعل اسرائيل يخطئ وعبد البعل، ده اخزي، وسجد له واغاظ الرب اله اسرائيل حسب كل ما فعل ابوه. انتهى سفر الملوك الثاني، بس انا عاوز في 5 دقائق كده اقول لكم كيف نقرا اسفار الملوك واسفار الاخبار، لان الحته دي مهمه. في واحد يقول انا مش هعرف احفظ 22 ملك، كل ملك كويس ولا وحش، ووحش في ايه وكويس في ايه. السرد التاريخي ده هل له قيمه ولا ملوش قيمه؟ له قيمه كبيره جدا. ليه؟ اولا يورينا الانسان انسان، في ضعفات وفي لحظات كويسه، لكن في الاخر طريق كل واحد الانسان هو اللي بيحدده مش ربنا. ربنا باله طويل على الكل، ولا يشاء ان يهلك احد، وبيدي فرصه للكل انه يتوب، وبيبعت انبياء لكل ملك. كل ملك من بتوع اسرائيل او بتوع يهوذا كان في حياته نبي، لكن اغلبهم قتلوا الانبياء اللي في عصره، عشان كده يقول لها يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليهم. لما تقرا قصه ملك حياته كلها شر وانتهى نهايه شريره، تصرخ لربنا تقول له ارحمني يا رب، انا كمان في حياتي صوتك انبياء، يعني صوت ربنا، خايف اكون بعند معاه، خايف تديني كل الفرص اللي خدها ان كان اخاب ولا اخزي ولا غيره ويبقى نهايتي وحش. اذا عندنا درس من حياه الملوك الاشرار. ما تفتكرش ان الملوك الابرار بس يعلموك الدرس، الملوك الاشرار يعلموك كمان، يعلموك ما تعملش زيهم. لما تشوف شاول الملك كيف بدا حياته بتقوى وانتهت حياته بمأساه. اخاب جاله يوم تاب توبه، نقول يا بختك يا اخاب على التوبه دي، توبه يعني بتاعت نينوى، انما ما كملش، يا ويلك يا اخاب. تتعلم الدرس. اذا حياه الملوك الاشرار مدرسه تزرع في قلبنا خوف الله وخوف الخطيه وخوف الدينونه، لانها قتلت كثير، تركت كثيرين جرحى، وكل قتلاها اقوياء. في منهم ناس كان الحق واضح قصادهم، وكان سكة ربنا مش صعبة، وكان صوت ربنا بيلح عليهم، وخدوا بدل الفرصة فرص وضيعوا. في نفس الوقت لما تبص على حياة الملوك الأبرار، تعال نتعلم كل من فيه مسؤولية ربنا بيحاسبه ازاي. واحد زي يهوشافاط شفت في حياته حاجات حلوة وفي حياته حاجات وحشة، عشان انت كمان تقول انا كده حياتي فيها حاجات وحشة وفيها حاجات حلوة، لازم أتعامل مع الوحش، ولازم أشيل أخاب من حياتي، لازم ما أتعاملش مع السكة دي، لازم أبقى قوي وأنا بقول لأ للغلط، لازم أكمل الخير اللي في حياتي للآخر، ما أعملش نص وأسيب نص، لازم أرجع لربنا في كل كلمة لحسن يضحك علي. يبقى حتى يهوشافاط اللي انتهى نهاية كويس، يهوشافاط من الأبرار بالرغم من أخطائه اللي في السكة، لكن الحمد لله انتهى نهاية كويس. إذا فكرة أسفار الملوك والأخبار بالذات اللي هي عبارة عن سرد قصصي، أحيانا يبقى سريع في الأحداث من ملك لملك. ده في ملوك كل قصتهم سطرين، يقول لك عاش كم سنة عمل الشر مات. يا ساتر، ودي حكاية دي؟ طب ما ربنا يرحمنا ما يكونش واحد فينا تبقى دي سيرته،
عاش له كم سنة واشتغل في الدنيا شويتين وساب أسرة ومش. طب هو دي مش أحسن حاجة طبعا. غير ملك تلاقي مفروده له أصحاحات وأصحاحات، إن كان بالتقوى ولا الخير ولا التوبة ولا الصلاة ولا حاجة حلوة. وفي ملوك بقى قمة الشر، أصحاحات من الشر. وده يورينا أن البشر دي حياته. يعني أسفار الملوك والأخبار فيها استعراض لأنواع كثيرة جدا من البشر، في منهم البار جدا اللي يعني الواحد يتعلم منه في كل حاجة، وفي منه الشرير جدا، وفي النص في كل الدرجات، في اللي يعني بيزك كده في طريق البر، وفي اللي ماشي في سكة الشر. إذا ما حدش يجي عند أسفار التاريخ ويعتبرها أسفار يعني إيه مملة، لا بالعكس، الأسفار دي غنية جدا، وكل إصحاح تقدر تطلع منه حاجة. ولما تلاقي ملك ماشي كويس تقول وعدنا يا رب خلينا نمشي كويسين زيه، ولما تلاقي ملك شرير تقول احمينا يا رب من السكة الوحشة دي. ربنا يستر على الكل. لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد. آمين.